مساء الجهة الكرام في إطار تتبع أنشطة جمعية المجتمع المدني بالمغرب ولا سيما بمدينة سلا، يسرنا أن نستضيف السي مصطفى الجوهري رئيس الجامعة الوطنية للحلاقة بالمغرب الذي استضافته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. نعم، في أي إطار يندرج هذا الاستقبال السي مصطفى؟ السلام عليكم، مساء الخير زوار مساء الجهة، تنشكروا الأخ على هذا اللقاء. هذا اللقاء كان في إطار المطالب المشروعات ديال الحرفيين على الصعيد الوطني، وأنا كرئيس جامعة وطنية للحلاقة بالمغرب منذ وقت طويل نطالب بمجموعة من النقاط على رأسهم إدراج الحرف الخدماتية في التدرج المهني اللي تتشرف عليه الوزارة، اللي تيكون فيه واحد العدد كبير من المتكونين سنويا اللي فيه الحلاقة والجميل اللي هو داخل في إطار الحرف الخدماتية. وبالتالي كانوا من بين النقاط اللي تم التداول ديالها من بعد اللقاء مع السيدة الوزيرة اللي تنشكروها بالمناسبة على الاستقبال، كان في المستوى رائع وعطتنا متسع من الوقت وتناقشت معنا في جميع النقاط اللي بغينا تناقشوا فيها. كذلك المحاور كانوا ثلاثة ديال المحاور كيف سبق لي قلت، هو التدرج المهني، طالبنا السيدة الوزيرة أنها تدرج لنا الحرف الخدماتية باش يستفدوا في إطار برنامج التدرج المهني على غرار الحرف الإنتاجية، واللي النقطة تسجلات بصدر رحب من طرف السيدة الوزيرة، وتنتمناو غيكون خير في هذا الموضوع إن شاء الله. كذلك طلبنا منها باش يتم تسريع استفادة ديال الحرفيين من التغطية الصحية والتقاعد في إطار الحماية الاجتماعية، وإحصاء الحرفيين وخصوصا الحلاقة والجميل اللي احنا تنشرفوا عليهم كجامعة وطنية، بحكم ان احنا كجامعة وطنية عندنا تمثيلية على المستوى الوطني اللي ما كاينش عند جمعيات واحدة اخرى. تنظيميا احنا متقدمين شيئا ما في هذا المجال، وبالتالي بغينا نتمنوا هذا العمل ديالنا في اطار طلب عقد برنامج مع الوزارة من اجل استفادة هاد الحرفيين من جميع البرامج اللي تصرف عليهم الوزارة، سيرتو من بعد جائحة كورونا اللي كل شيء امن بانه تنظيم وتقنين الحرف هو الوسيلة الوحيدة من اجل الاستفادة من تعويضات، واننا نتفاداو الضربات اللي ممكن تكون في المستقبل. اذا جميع الاخوان اللي حضروا معنا الاجتماع مشكورين، اللي تخداو زعما كاينه المسافات طويله باش يوصلوا للرباط، على راسهم الاخ عبد الحميد قوبع اللي جا من مدينه الناظور اللي هو نائب رئيس الجامعه الوطنيه للحلاقه بالمغرب، وكذلك السي عبد الواحد مقدام من مدينه فاس، والسي عابد الرو من مدينه مكناس، سي عاصق عبد الحق من مدينه طنجه، السي بلفقيه قيدوم ديالنا ديال الحلاقه والجميل من مدينه الدار البيضاء. هادو اخوان كلهم اللي جاوا حضروا الاجتماع، اللي كلهم خرجوا يعني مسرورين على حفاوة الاستقبال وعلى سعة الصدر ديال السيدة الوزيرة والطاقم اللي تيرافقها السيد الكاتب عام الوزارة ومدير الديوان. إذا الأمور كانت بالنسبة لنا حنا استبشرنا خيرا من هذا اللقاء هذا، وكذلك حطينا واحد النقطة اللي تنتمناو نرجعوا للأمجاد ديال الحلاقة والجميل على المستوى الوطني، وهو تنظيم البطولة الوطنية كأس العرش تحت إشراف الوزارة الوصية على القطاع. إذا النقاش كان مثمر، وضربنا موعد آخر إن شاء الله غادي نحاولوا نجلسوا فيه باش نشرعوا في العملية، وأن الوزيرة بشرتنا بأنه في الأسابيع المقبلة غادي يكون واحد المنصة إلكترونية ديال تسجيل الحرفيين على المستوى الوطني من أجل الإحصاء ديالهم. حنا تنتمناو أن هاد العملية أن نخرطوا فيها بجدية ونعبئوا الناس من أجل الخيرات في العملية ديال الحماية الاجتماعية، ونقدروا إن شاء الله نحقوا جزء من المطالب ديالنا كجامعة وطنية على الصعيد الوطني.